اليوم جايبت لكم مشروع راقي وفخم جداً من DMCC المطور العقاري التابع لحكومة دبي. تعالوا معي خلوني أخبركم أكثر عن أبتاون دبي، واللي هو موجود هنا في غرفة، في غرفتين، في ثلاث غرف، في بنت هاوس وفي الدوبلكس. خمس دقائق فقط يبعد عن شارع الشيخ زايد والإطلالة على دبي آي. الحلو في هذا المشروع جاهز للتسليم، مش قيد الإنشاء، وأيضاً تحت فندق ثو اللي هو خمس نجوم، فكل شيء موجود خمس نجوم تحت هذا السقف. مثل ما أنتم شايفين هنا بالنص في البلازا الاتريوم موجود، المطاعم هنا كلها في مكان واحد والكافي شوبس. اللي صمم هذا المشروع، اللي صمم هذا البرج، هو ما نفس المبدعين اللي صمموا برج خليفة، برج جدة. راح أعرفكم أكثر وأكثر على هذا المشروع، تعالوا. ضربة حلوة، بس الأسعار أحلى. تبدأ بأسعار خيالية من 2.7، والخطة الدفع 60 و40 بعد الاستلام على مدى سنتين. للحجوزات أو الاستفسار، كل اللي عليكم أنكم تتواصلوا مع أرقام التليفون اللي موجود أسفل الشاشة، أو أنكم تزوروا موقعهم على الإنستغرام. بالتوفيق ومبروك مقدماً للي حاب يشتري.